مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة خاصة من رأي عام، حلقة خاصة نجري خلالها حوارا خاصا مع دولة رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى، وفد التقى مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. ماذا دار في تلك الاجتماعات وماذا حمل معه الدكتور معين عبد الملك إلى القاهرة التي يعرفها جيدا؟ هذا ما سنعرفه الآن. برحب بحضرتك دولة الرئيس، أهلا وسهلا بك في مصر. مساء الخير عمرو. ربما يعني أبدأ بسؤال شخصي بعض الشيء. أنت عشت في مصر ودرست فيها سنوات طويلة، تعرف جيدا القاهرة، تعرف جيدا الشعب المصري، تعود اليوم وأنت رئيس للوزراء في بلدكم الشقيق اليمن، ما هو انطباعك؟ انطباع مختلف كثير من قيادات الدولة المصرية الآن، يمكن أعرفهم كأساتذة، بروفيسورات، عقول، خبرات إدارية، وتعرف مصر غنية بتلك العقول. اليوم يمكن نتشارك غرفة مباحثات مشتركة حول العلاقات الثنائية بين اليمن ومصر، فشعور لا يوصف. تعرف مصر جزء من تكويني وتكوين كل عربي ويمني، يمكن بشكل خاص قضيت فترة طويلة، أنا أخذت تعليمي هنا في جامعة القاهرة، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في كلية الهندسة. فكما ذكرت كثير من قيادات كنا نعرفهم، والآن في هذا الظرف الدقيق والحساس تأتي هذه الزيارة، فطبع مختلف تماما. نجري اللقاء مع دولة الرئيس بعد ساعات ربما من لقائكم مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل لنا أن نعرف ماذا دار في هذا اللقاء؟ ما هو انطباعكم الشخصي؟ اللقاء يحمل يعني له قيمة خاصة. أولا، تجربة مصر خلال الفترة الماضية في التعافي كانت تجربة استثنائية، وكان اللقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهم. كان هناك توجيه للحكومة لأنه كان الأساس من هذه المشاورات هو الاطلاع على التجربة المصرية في كل المجالات، خصوصا بعد الاضطرابات اللي شهدتها مصر واستعادة كفاءة مؤسسات الدولة، استعادة التعافي الاقتصادي. طبعا الجانب الأساسي هو نقل الرسالة من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الظرف الذي تمر به المنطقة ظرف دقيق وخطير، التحديات الإقليمية، التدخلات الأجنبية، الأمن في المنطقة، في البحر الأحمر، الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي. فكان هناك نقاش وتحدثنا بوضوح بموقف واضح، وكما أوصاني فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن مواقفنا مع مواقف مصر فيما يتعلق بالأخطار المشتركة التي تتهدد الأمن القومي العربي. جميل جدا. يعني بالتأكيد يعني الزيارة كانت بدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان هناك جلسة مباحثات موسعة جمعتكم مع نظرائكم في القاهرة. ما مجمل هذه المباحثات؟ العلاقة اليمنية المصرية علاقة عميقة فريدة من نوعها، فكان مهم، حتى كان انطباع الشارع اليمني مهم بعودة نقاش الملفات الثنائية، وكان لدينا عادة كثير من البروتوكولات في مجالات في التعليم العالي، الصحة، الزراعة، في كثير من الملفات. يمكن الأساس اللي اتفقنا عليه واللي خرج في المؤتمر الصحفي واللي أيضا أوصى به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو استعادة أو تفعيل اللجنة العليا المشتركة. لكن في هذه الزيارة كان مشاورات رفيعة المستوى بين يعني رؤساء مجلس الوزراء والوزراء المرافقين، فكان هناك عدد من البروتوكولات جرى نقاشها بشكل أو بآخر فيما يتعلق بالصحة، التعليم العالي، المواطنين اليمنيين إقامتهم وغيرهم. فكان من المهم استعادة نقاش كل هذه البروتوكولات والتفاهمات الثنائية. نعم، يمكن لفت نظري دولة الرئيس في مؤتمركم الصحفي الذي جمعكم مع دكتور مصطفى مدبولي قولكم إن الدولة المدنية الحديثة ليست منجزا يمنيا فقط وإنما هي أيضا منجز مصري. ما الذي تعولون عليه الآن واليمن يعيش واحدة من أصعب فتراته في التاريخ ربما،
ما الذي تعولون عليه لتقدمه مصر إلى اليمن في هذا الوقت؟ هي مرحلة دقيقة ولا شك، وما ذكرت في المؤتمر الصحفي لم يكن مبالغة، لأن مصر ساعدتنا في الانتقال فعلا للدورة الحديثة بإنشاء المدارس، مش فقط في دعم الثورة في 62. كل ما يتعلق بنقل اليمن وإخراجه من عصور الظلام كان يعني بدعم مصري كبير. الآن نحن في نفس أنا أشبه نفس المعركة بولادة الجمهورية الثانية أو بمرحلة جديدة. خضنا نقاشات طويلة بعد 2011 بتغيرات سياسية، مبادرة خليجية، دعم عربي، كان للدبلوماسية المصرية دور كبير في 2015 في الحفاظ على شرعية الدولة، مواقف مصر واضحة في وحدة اليمن وسلامة واستقرار أراضي. كل هذه المواقف يعني شكلت ركن أساسي خلال المرحلة الماضية. نحن في مرحلة تعافي، أو نحاول الآن بعد اتفاق الرياض ترتيب مرحلة تعافي تساعدنا على إنهاء الحرب. طبعا الحرب أساسا هي بسبب الانقلاب اللي قام به الحوثيين، واللي سبب نزاعات أهلية وصراعات مستمرة إلى الآن كجزء من الاستراتيجية تطييف المنطقة، أو كجزء من التدخلات الإيرانية واللي دمرت عدد من الدول العربية. هذه المرحلة الفارقة اللي احنا نسعى فيها لدور مصري هو مهم في مرحلة التعافي. الجوار مهم جدا، المملكة العربية السعودية تقوم بدور غير عادي في مساعدة اليمن في المرحلة القادمة. نحن نبني الجيش من جديد، تبني أجهزتك الأمنية، خفر السواحل بلد كبير مهم، جنوب البحر الأحمر على أهم المضايق المائية، يعني بلد كبير كاليمن تعرض لضربة كبيرة بسبب هذه التدخلات. نحن في فترات الصعبة سنتذكر من وقف معنا في يعني ستتعافى اليمن. هذا جزء من صلابة الشعب اليمني وقادرون على تخطيها، لكن ستبقى الذكرى لمن ساعدنا في هذه الظروف، ولمصر دور كبير في ذلك. نعم، يمكن دولة الرئيس، واحنا قبل التسجيل يعني كنا بنتكلم عن التدخلات الخارجية وكيف أن الطائفية، هذا المرض يعني الخبيث، لم يكن يعني ليجد مكانا في اليمن قديما، رغم أنه يعني اليمن بمكوناته يعني القبلية موجودة لكن الطائفية لم تكن موجودة. هل هذا الطرح صحيح؟ خاض اليمنيون معتركات طويلة في تاريخهم، جزء من أي تاريخ سياسي مضطرب في فترات، لكن بهذا الشكل يعني حتى الآن كتوصيف انقلاب، يمكن هو مش انقلاب كلاسيكي، لأنه الانقلاب من داخل مؤسسات الدولة حفاظا على إرث الدولة من جهات معينة، لكن الحدث أن بالنسبة للحوثيين ارتباطهم بإيران بهذا الشكل أدى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، ضرب السلم الاجتماعي في اليمن، شيء مختلف تماما. يعني حتى الحرب في 62 وكانت سياسية جمهوريين ملكيين بشكل عام، حتى لا نعرف الطائفية باليمن، تطرف حتى بالمعنى الشيعي أو السني، كان عندنا عارفين تأثير الجماعة الدينية على الأنظمة السياسية، لكن في اليمن كان طوال عمر الزيدية جزء أصيل داخل النسيج اليمني، مهما كان صراعات لها أبعاد قبلية، تحالفات جهوية، صراعات على السلطة. أن يبقى ارتباطهم الوثيق بإيران أداة للهدم، أداة لتهديد الجيران مثلا والأمن والسلم والأمن القومي العربي، هذا كان غريب بشكل كبير. ويمكن هذه النقطة اللي تؤخر بشكل كبير الوصول إلى مسار سلام وتوافقات. احنا كيمنيين لازم نصل في الأخير إلى محطة، يعني حتى الحرب تنتهي بسلام، لكن بهذا الشكل وبهذه التدخلات الإيرانية اللي لثلاثة عقود أثمرت عن خلق جماعة متطرفة عنصرية نوعا ما في التعامل مع بقية اليمنيين، هذا الموضوع كان صادم بالنسبة لنا بشكل كبير جدا. كان صادم، ولكن يعني زي ما يعني حضرتك بتشير لأنه لم يكن وليد اليوم، لم يكن وليد البارحة، يعني كان يعني مسألة تراكمية. هو إذكاء هذه النزاعات في الوطن العربي وجزء من مخطط، جزء من مخطط يستهدف الجزيرة العربية، يستهدف المملكة، يستهدف مصر. في الأخير كل المنظومة العربية والأمن القومي العربي الذي تعايش مع فترة ما بعد الثورات، تكوين الدول الحديثة بحدودها الحالية، يتعرض لضربة كبيرة نتيجة التدخلات الخارجية اللي أثرت على دول وعواصم قرار. نعرف اللي حصل فترة الاضطرابات في بغداد وفي دمشق، هذا المساق هو أوصلنا إلى هذه المرحلة. الآن بقى عندنا نقاط ارتكاز مهمة في الوطن العربي، مصر، المملكة العربية السعودية، مهم استعادة إن شاء الله الآن بشكل أو بآخر
بعد هذه الفترة يعني اليمن يستعيد عافيته. احنا في مرحلة صعبة طبعا الآن، لكن لابد من أن نصل إلى مرحلة التعافي وأن يعود اليمن جزء من نسيجه داعما ودرعا للمنطقة. هل يمكن القول دولة الرئيس أنه ما يعانيه اليمن الآن من يعني من اضطرابات، من أزمات، من حرب أهلية، هو نتيجة خلينا نقول لما بات يعرف بالربيع العربي؟ الهدف من الربيع العربي كان تغيير التدخلات الخارجية، لكن بنيتك على تقبل هذه التغيير. يمكن أنا عاصرت الفترة في 2011، بعدين كنا في حوار وطني، وبعدين كنت جزء من لجنة صياغة الدستور. الإشكالية ليس في عملية التغيير، هو العملية في الانقلاب على المؤسسات الدولة. في الأخير مهما كان لدينا عملية تغيير بوعي معين، عليك ألا تمس بمؤسسات الدولة. اللي حصل في مصر كان الخطر من 2011 إلى 30 يونيو كان مساس بمؤسسات الدولة، مساس بالقضاء، مساس بمؤسسات كثيرة. عندنا في اليمن الآن المؤسسات هي الضامن حتى لا نقع في أي احتراب. ويمكن كان هذا الموضوع كهدف لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، مر بظرف صعب في 2014 و2015، كان كيف يعني كيف نستطيع إعادة بناء مؤسسات الدولة. اللي عملناه يمكن في عدن وفي عدد من المحافظات، حفاظ على السلطات المحلية، استعادة دور القضاء غيره. من غير مؤسسات سنقع في فوضى وحرب لا تعرف من يحارب من. لكن يعني برضو يعني خلينا نعود إلى الوراء قليلا، يعني عندما شاركتم أنتم في الثورة وفي إحداث التغيير في 2011 وأنت كنت أحد شباب هذه الثورة، هل كنتم تتخيلون أن الأمور ستؤول إلى ما هي عليه الآن، أم أن كانت لديكم الأحلام الوردية إنجاز التعبير؟ لا صعب، يعني كان في اليمن الوضع مختلف طبعا، في دولة كل دولة تختلف عن الأخرى. في اليمن كان هناك منظومة سياسية، كان فيها معارضة وكان فيها حزب حاكم، وكان يعني واضح من المبادرة الخلية أنه مسار توافقي للحصول على حكومة فيها 50% من الحزب الحاكم مع 50% من المعارضة وفترة انتقالية. ما الذي دار بشكل خاطئ؟ احنا لم نكن ننتبه، لأنه في الأخير الحوار شيء وما يجري على الأرض كان شيء آخر. الحوثيين كحركة يعني لفترات معينة استغلت هذه النزاعات السياسية والنزاع بين الفرقاء وانقضت على الجميع. مش حابب أتكلم في تفاصيل من وكيف وكيف صفوا الخصوم يعني حساباتهم مع بعض. النتيجة أن تستولي جماعة يعني متطرفة على السلطة، لكن اللي حصل في اليمن يختلف عن سيناريوهات دول عربية أخرى، وتحول الموضوع إلى كابوس. لكن لم يكن المشهد كان أساسا، واليمن كان فيه نوع من التعددية، برلمان فاعل نوعا ما، يمكن ما قدرناش نعمل انتخابات في 2008 وتأجلت 2010، ودخلنا في نقاشات واتفاق يناير وغيره من التفاصيل السياسية في الشأن اليمني، لكن كنا نريد الحفاظ على المنظومة السياسية. اللي حاصل أنه برضو الصراعات في الفترة الانتقالية، بدل ما نركز كيف نصل، صار صراع تقاسم غنائم أثر على مؤسسات الدولة، أثر على الجيش، أثر على الأمن، أثر على الأجهزة السيادية، وتم اختراق أمن الدولة وهيبتها ودخلنا في حرب مفتوحة. طيب للمشاهد المصري غير المتابع لتطورات الأزمة اليمنية، كيف يمكن أن تصف له المشهد الآن اليمني؟ هو صعب نعطيهم التفاصيل لأنهم سيدخلوا في تعقيدات كبيرة، خطوط عريضة. يمكن هم عارفين حكاية الحوثيين، ارتباط بإيران بشكل أو بآخر. تسأل الجماعة الحوثية، أنا يعني واضح إلى أي مدى تحاول إبقاء اليمن فقيرا، أو يعني حتى اقتصاديا احنا تضررنا بشكل كبير جدا، لكن هم ترى الناس وقود للحرب. المناطق التي تسيطر عليها الحكومة هي مناطق كبيرة، يمكن في حدود 70%، لكن تشهد أيضا بعض النزاعات، وهذا شيء طبيعي، جزء من تبعات المقاومة. عند قوى كثيرة ذات طابع جهوي قبلي اجتماعي قاومت الحركة الحوثية، أصبح هي جزء من الدولة، تستوعبها بشكل أو بآخر، تستوعبها في الجيش أو في الأمن، لكن في الأخير تحتاج إلى تنظيم. هذا اللي بيحصل الآن في المناطق المحررة اللي هي عدن امتدادا شرقا إلى المهرة وعمان، وحتى مارب في الشمال، وهي مناطق هامة ومناطق كبيرة ومساحات كبيرة من الدولة. الأساس هو إعادة التنظيم في هذه المناطق بشكل كبير جدا، استيعاب الجميع. لذلك الاستيعاب السياسي لكل هذه القوى مهم في إطار المصالح المشروعة.
أي فرض لأي شيء بالسلاح سيقوض مؤسسات الدولة، أي مساحة للميليشيات ستقوض مساحة الدولة. فإحنا في معركة استعادة الدولة والمؤسسات حتى نستطيع استكمال المسار إنهاء الانقلاب أو استعادة السيطرة على كل الأراضي في البلاد. في المقابل لدينا إشكالية كبيرة مع الحوثيين، لأنه جماعات تفرض ما تشاء بالقوة. يمكن إحنا حتى الدولة وهي تستعيد دور البنك المركزي وتدفع رواتب كانوا حريصين أنه لا يستلم في مناطقهم، إحنا ندفع من مناطق معينة، لكن أخذوا قرارات في العملة، قرارات معينة، كنا ندفع قطاعات صحية بعض القطاعات حفاظا على مؤسسات الدولة والتي تقدم خدمات للمواطن اليمني. لكن هم يريدوا أن يبقى الوضع متوتر، أن يبقى الناس دائما يعني في تعبئة خاصة للحرب، فلذلك نفقد دائما مسارات مع الحوثيين للسلام. كان في الكويت 2016 مسارات أخرى، دائما ما تصطدم بجموح الحوثيين دائما أنه تحقيق المكاسب السياسية لا يأتي إلا بالقوة. فهذا المشهد العام الآن يمكن الناس تشهد يعني في ظل هذه الصورة، هناك نزعات جهوية بعض مناطقية أو غيره أو بعض الدعوات، لكن بشكل عام هيكل الدولة بسلطاته المحلية استطاعنا استعادة جزء كبير منه رغم الصعوبات. المسار الآن واستكماله، يمكن اتفاق الرياض يأتي جزء من اتفاق مرحلي سيساعد في استعادة بنى الدولة بشكل كامل في عدن، يعني نكمل على اللي بنيناه. ولكن ربما يعني من يستمع إلينا من المشاهدين يتساءل يعني كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ كيف يمكن أن تنفذوا خططكم وأنتم غير موجودين في العاصمة المؤقتة عدن كحكومة؟ هي الحكومة يمكن وضعها مضطرب من أغسطس الماضي إلى الآن. يعني أنا كنت متواجد بعد ما توليت المسؤولية تقريبا بشكل كامل من في أكتوبر 2018، حتى تعيين الرئيس واتصال الرئيس للتكليف كنت أنا في عدن، كان الوضع مضطرب. يمكن ساعد كوني مستقل وغير منتمي لتيار سياسي في أنه يعني محافظ على توافقات معينة. فكنت أنا موجود في عدن، ذهبت لعدالي من سوريا، عادت الحكومة، اشتغلنا إلى أغسطس 2019. بعدها بعد اتفاق الرياض برضو عادت الحكومة، 4 شهور استطاعت استعادة الخدمات بشكل كبير. فالحديث أن الحكومة غير متواجدة صعب، لأنه كثير من الوزراء أصلاً كثير ما زال حتى عدد من الوزراء موجودين في عدن. هي مساحة الحكومة مع الاضطرابات السياسية ومساحة التأثير تقل بفعل الاضطرابات السياسية. بس حضرتك بتقول دلوقتي أنه أنتم بتسيطروا على 70% من الأراضي. فعلياً هذا لكن تواجد الحكومة في عدن في ظل النزاع مع المجلس الانتقالي لفترة طويلة أثر على أداء الحكومة وعلى تواجد الحكومة. يعني نائب رئيس الوزراء موجود في عدن طوال الفترة الماضية، لكن أداء مؤسسات الدولة لأنه في ظل احتقان سياسي المجلس الانتقالي يطالب بشراكة، اتفاق الرياض ينص على آليات على إصلاحات معينة عسكرية وأمنية، مسارات معينة لتوحيد القوى، لأنه في الأخير ما الذي يدفع هذه النزاعات السياسية إلى السطح؟ هو الخلافات على توحيد القوى العسكرية والأمنية، ترتيب الملفات في إطار الدولة. فإنه الحكومة خارج عدن هي فترة اضطراب معينة يمكن من فبراير إلى الآن، وحاليا في الرياض هناك نقاشات يمكن وصلت قطعت شوط كبير جدا بين القوى السياسية للمضي قدما في اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة القادمة. عندها ستعود الحكومة إلى عدن؟ هذا بموجب أكيد. والرئيس أيضا؟ والرئيس ستؤدي بموجب اتفاق الرياض ستؤدي اليمين الدستورية في عدن أمام الرئيس. هذا التوافق هو الذي سيعيد لعدن قدرتها بشكل كبير بدل من النزاعات التي أثرت على دور عدن. للأسف عدن فوتت فترة يعني فرص كبيرة جدا بسبب هذه النزاعات. طب يعني حتى يتم هذا التوافق ما هي أكبر العقبات التي تقف في طريق توصل إلى توافق؟ ليست يعني هي الصعوبات متوقعة في أي نقاشات بالذات في مع تشكيل الحكومة. هناك توافقات كبيرة والأمر يعود لفخامة الرئيس يعني في الأخير. وإلى حد كبير هناك مستشارين رئيس، رؤساء أحزاب، القادة السياسيون موجودين الآن. يمكن جت فترة
الكورونا والتحديات أثرت بشكل كبير على أي لقاءات سياسية. اللقاءات الآن الموجودة واللي لقاءات مع مين؟ بين القوى السياسية وأيضا مع الرئيس بشاري. الرئيس التقوا وكنت حاضر معهم مع القوى السياسية، يعني مختلفة معكم التوافقات، لأنه في الأخير بموجب اتفاق الرياض هي حكومة كفاءات سياسية. نعم. كفاءات سياسية معناها كيف سيتم الاختيار للكفاءات، كيف ستقدم القوى السياسية كفاءات سياسية ولا كفاءات كفاءات سياسية يعني اخترنا حاجة مش تكنوقراط، يعني هي تكنوقراط لكن بتمثيل سياسي. الجميع يجب أن يكون موجود على الطاولة، بالذات في وضع كاليمن حتى تهدأ، لأنه في الأخير لما يكون معك على الطاولة تستطيع أن تناقش ويعرف ما هي التفاصيل. لما يكون موجود على الطاولة يعرف كم الميزانية وكم تصرف وما، يعني في جزء كبير عندما يحس الآخرون أنه مش مشمول بالعملية السياسية أو غير موجود على الطاولة يبدأ في خلق نزاعات، وهذا مبدأ موجود في كل المسارات السياسية في الدول تشهد نزاعات. طيب، برضو من ضمن التطورات في هذا يعني الإطار، مسودة الاتفاق اللي قدمه مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث اللي ويعني لكل الأطراف، ولكن تسربت يعني للصحافة والإعلام. يعني ما رؤيتكم أنتم كحكومة لهذه المسودة؟ مسودة الإعلان المشترك إذا تقصد. مسودة الإعلان فيها خروج كثير عن المرجعيات، هذه الإشكالية الرئيسية، لأنه في الأخير خروج عن المرجعيات في عدد من يعني كان هناك ورقة وافقنا عليها بشكل اتفاق كبير. الرياض لا مش اتفاق الرياض، المرجعيات الأساسية اللي هي القرار مجلس الأمن 2216 والحوار الوطني، فهذه المرجعيات الأساسية للعملية السياسية في اليمن. يمكن كان الأوراق الأولى التي تقدم بها المبعوث الأمين العام أفضل بكثير. المشكلة أنه ما أعلنش الحكومة، إحنا وافقنا عليها بشكل كبير، وحقيقة ما كانش معنا مشكلة في موضوع المطار. مطار صنعاء الحوثيين ادعوا أنه في حصار، مع أن إحنا أعلننا أنه يمكن فتح المطار يعني عبر محطة داخلية، لا نريد للناس أن يعانوا بالسفر من صنعاء إلى مدن أخرى. ثم حتى بيقولوا أنه يعني هذا الحصار يؤثر حتى على وصول المساعدات الإنسانية. كله للأسف تزنيف، ويمكن تفنيده بتزييف، ويمكن تفنيده بالاطلاع على الحقائق. حتى أنا شخصيا طرحت هذا الموضوع، أنه حتى عودة العالقين في اليمن مباشرة إلى مطار صنعاء، لم يفتحوا مطار صنعاء ولم يساعدوا على فتح مطار صنعاء. هم عادوا إلى وضع عدن؟ الاشتراطات هم؟ عادوا إلى عدن؟ عادوا إلى عدن وإلى سيئون، وهذا كان للأمانة يشكل يعني معاناة كبيرة لليمنيين. ليس لدينا الآن أنه تفتح يعني وحتى بعض المحطات بشكل مباشر، سواء كان للأردن أو إلى مصر، بعض المحطات عبر الناقل اليمني أو الطيران اليمني، لكن باشتراطات معينة. الدولة لا تريد، يعني تريد رفع المعاناة عن اليمنيين حتى في مناطق سيطرة الحوثيين. كل ما نقوم به هو يعني لا نستخدم المواطنين كجزء من النزاع أو المناكفات السياسية. لذلك موضوع مطار صنعاء كان لدينا حلول من وقت مبكر، حتى من قبل أوراق مارتن جريفيث أو المبعوث الخاص. الحديدة تصل السفن بمنتهى السهولة عبر آلية اليونيفيم اللي موجودة في جيبوتي للتحقق من تهريب الأسلحة. فاستخدام الورقة يعني حكاية حصار ما حصار، شيء طبيعي أن يكون هناك رقابة على موضوع تحويل الأموال فيما يتعلق بشحنات النفط، لأنه نعرف أنه كان يوصلهم نفط إيراني، هناك سلاح كان يصل في وقت أو في آخر، لكن الآليات التي تم اتباعها لا تؤثر على الناس أو على الشعب أو على وصول السفن. كل يعني حتى الآن في موضوع ضرائب والجمارك، ويحصل في البنك المركزي في الحديدة خارج سيطرة الحكومة، لكن نعترف بذلك كي تسدد الرواتب أيضا للموظفين، للموظفين أو للمواطنين القطاع العام في صنعاء تحت سيطرة الحكومة، ومع ذلك لم يعطوا أي بيانات على أموال وتم نهبها بشكل أو بآخر، ولم يعطوا حتى المبعوث الأمين العام. قدمنا مرونة عالية جدا في هذه الملفات، وحتى في ملف صافر الناقلة، وملفات كثيرة جدا، لكن في الأخير يجري التلاعب بذلك. نعود لموضوع الأوراق اللي قدمتها اللي طرحتها. لذا ما تقدم به المبعوث من مقترحات يحيد بشكل كبير على المقترحات الأولى اللي وافقنا عليها بشكل كبير. الأساس أو الذي يتم القياس عليه هو مدى التزامها بالمرجعيات، ونبدي مرونة عالية جدا في أي مسارات للسلام، لكن بما لا يخل بالمرجعيات الأساسية. طيب، يعني هل ما قدمه المبعوث الأممي لا يزال مطروحا على الطاولة ولا
هذا الموضوع منخرط في وزارة الخارجية بشكل كبير، لكن الموقف الأولي من الورقة يعني أن هناك الكثير من الأمور ينبغي مراجعتها بشكل كامل. المبعوث الأممي هل هو وسيط ولا ناقل رسائل ساعي بريد؟ يعتمد على الدور اللي هو ممكن يلعبه. في مساحات معينة احنا نعطيه مساحة حتى يستطيع الوصول لحلول، لكن لم يتم استغلالها بالشكل الجيد. طيب برضو واحنا بنعود لمباحثاتك في القاهرة، يعني الملف الاقتصادي، هل توصلتم إلى يعني رؤية مشتركة بينكم وبين الحكومة المصرية للمساعدة في هذه الظروف؟ يعني الظروف التي يعيشها اليمن ويعيشها الشعب اليمني بالغة الصعوبة، كيف يمكن حتى لو يعني دعك حتى من مصر، يعني حتى لو أي جهة أخرى يعني حاولت أن تقدم مساعدة، كيف يمكن أن تتحقق كل ذلك يتحقق؟ كل دولة مانحة بطريقتها. مصر يمكن مش مانحة بالأموال والقروض، لكن مانحة بالعلم والخبرات يعني التسهيلات اللي تقدمها لقرابة مليون مواطن يمني. هذا قيمة لا تقدر بثمن. أشياء كثيرة الآن قرابة مليون يمني يعيشون في مصر. نعم. المنح المقدمة وبروتوكولات التعاون الثنائي هي الأكبر ثنائية بيننا وبين أي دولة. فدائما إحنا الموضوع لا يقاس بكم ملايين الدولارات، لكن يقاس بمدى الدعم اللي أخذناه من مصر خلال الفترة الماضية والذي ممكن أن يقدم. ولذلك في اللقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك نيم يعني أوضح بشكل كامل إنه الدعم ونقل الخبرات سيتم في كل المجالات التي استطاعت مصر، لأنه مصر الآن تحدث انتقال في إدارة الدولة. اللي بيحصل في مصر في فترات معينة بقيادة فخامة الرئيس والحكومة هو نقلة نوعية. إحنا بالنسبة لنا مهم عملية الإصلاح. احنا كان في ناس كثير من خبراء الإدارة في اليمن بيحكوا انه في يعني شبه كبير بين الإدارة المصرية واليمنية، لكن الآن فترة نقلة تستطيع ان تعمل خارج الأطر التقليدية. ولولا انه مصر استطاعت ان في ظروف صعبة فلذلك هذه الخبرات في مجالات تخطيط الاستشارات، بناء المجالات الجديدة، النقل، طرق غيرها اللي تستطيع خلق استثمارات وأساليب التمويل. عندنا مانحين تقليديين. المملكة العربية السعودية يعني حريصة على أن يكون الجار مزدهر ومصدر استقرار، فلذلك هي من الدول بقية الدول الخليجية أيضا، والأساس أن يستعيد اليمن الأمن والاستقرار، سيستطيع حتى رؤوس الأموال المحلية العودة إلى الداخل مجددا. طيب لا زال عندي يعني العديد من النقاط والملفات التي أرغب في طرحها على دولة الرئيس معين عبد الملك. نأخذ فاصل ونعود لاستكمال هذه المقابلة الخاصة مع دكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام إلى هذه المقابلة الخاصة التي يشرفنا فيها رئيس الوزراء اليمني دكتور معين عبد الملك. أهلا بحضرتك مرة أخرى في رأي عام. يمكن وإحنا بنتكلم برضو عن التحديات التي تواجه للتوصل إلى اتفاق لحلحلة الأزمة في اليمن، حضرتك يعني أشرت أكثر من مرة وركزت على موضوع التدخلات الخارجية، الارتباط الإيراني مع الحوثيين. أنا شاهدت لك مقابلة تلفزيونية، يمكن سئلت في مسألة يعني لماذا لا تفكرون في استخدام العلاقات التقليدية بينكم وبين الروس، بينكم وبين موسكو، للضغط على الحوثيين عن طريق علاقة موسكو مع طهران. قد يعني الروس معانا في الملف بشكل عام، يمكن الملف اليمني اللي الدول الخمس عندها رؤية واضحة لحله، يعني ما عندناش تباينات في اليمن فيما يتعلق في الملف أو في رؤية الحل السياسي زي ما في بعض الملفات العربية الأخرى اللي هي فيها تباينات كبيرة. هل سيستجيب الحوثيين أم لا، هذا موضوع آخر. لأنه أيضا في تباينات بين الروس والإيرانيين في سوريا، مش في كل الوقت يعني قادرين يضغطوا. حتى الوقت الراهن
تظل إيران هي المؤثر الأكبر على الحوثيين، ويمكن يعني هذه هي الإشكالية الكبرى. يمكن احنا كنا في 2016 يعني في الكويت واصلين أو شبه واصلين إلى صيغة حل لجان أمنية عسكرية مشتركة، بدء نقاش أوراق مختلفة. وبعدين أنا أتذكر كان 3 شهور اللي أنا كنت عضو في الوفد اللي ماراثون، كان جت لهم تعليمات برفض كل المقترحات. التأثير الإيراني كبير جدا على الحوثيين حتى هذه اللحظة، مع أن الحوثيين ومناطقهم هي قريبة من السعودية اللي ممكن تكون مناطق ازدهار في أي فترة سلام، وكثير منهم يعني يعيشوا في السعودية أو مهاجرين أو يعملوا في السعودية. لكن طبيعة الحركة العقدية التي أنشئت وحولت وعسكرت وملشنت المناطق هذه حولتها إلى دائما منطقة للنزاعات. ولكن يعني حتى الإعلام الحوثي لا يصدر هذه الصورة التي يعني حضرتك تتحدث عنها، بمعنى أنه يريد القول بأنه المناطق التي يسيطرون عليها المواطن اليمني يعيش فيها حياة طبيعية ربما أفضل من مناطق تسيطر عليها الحكومة. أنت إعلامي يا عمرو، أهم حاجة الصورة. إحنا في إشكالية من الإعلاميين في يعني اسأل هل يمكن نقل صورة من داخل مناطق سيطرة الحوثيين لأي وسيلة إعلامية؟ لا يمكن، لا تستطيع نقل الصورة، لا تستطيع نقل الرأي. فهي أشبه بسور معزول بشكل كبير. هناك معاناة، لا يمكن القول أن المناطق التي تحت سيطرتهم تنعم بأي نوع من أنواع لا أقول الحريات ولكن حتى العيش الكريم. يعني أزمة كورونا اللي حصل فيها كان رهيب، يعني الناس كانت خايفة تبلغ أن عندها إصابة بكورونا. ياخذوك من البيت ما تعرفش أنت فين، يعني هذا اللي كان حاصل فعليا. أسر ما كانتش عارفة حتى جثث ذويهم. أطباء كنا على تواصل معهم بشكل كبير، نحن كنا حريصين حتى على لجنة تنسيق مشتركة على المستوى الوطني، لأنه في الأخير نحن نواجه وباء ويحتاج تصرف. وكان جزء من موافقة على مبادرة الأمين العام وعلى مارتن جريفيث هي الأساس موضوع كورونا، الوباء، التحديات الإنسانية. كان الحدث صادم بالنسبة لنا. في مناطق سيطرة الحكومة كان تعلن مراكز حجر، أنشأنا 14 مركز حزل عزل، استوعبنا الموجة الأولى ومشيت. أنا أعطيك مثل في مرض وباء، ما تكلمش عنه على معارضة رأي سياسي. فيمكن هم ناجحين في هذا الموضوع أنهم لا ينقلوا الصورة الحقيقية لمناطقهم، لكن الواقع مختلف. الواقع مختلف. طيب ما دمنا نتحدث عن كورونا، يعني يمكن أنا قرأت في بعض التقارير أنه مدينة عدن العاصمة المؤقتة ربما نسبة الوفيات فيها من أكبر الوفيات، من أكبر النسب في العالم. هل هذا صحيح؟ حدث لفترة معينة وما كانش الإحصائيات. طبعا كان فترة فيضانات في عدن قبل رمضان بثلاثة أيام، زادت الأوبئة، حمى ضنك، قدرات الصرف الصحي طبعا كانت ضعيفة. يعني هذه الفترة كانت تقريبا الذروة، أعلى معدل كان ما بين 15 إلى 17 مايو أعلى نسبة وفيات يومية. الآن الحمد لله الوضع في عدن بشكل كبير ممتاز، أفضل يعني عاد إلى المعدلات الطبيعية، يعني تحسن مقارنة بالمدن الأخرى التي يسيطر يعني عليها. إحنا عندنا الوفيات اليومية المسجلة الآن هي في السجل المنتظم. يعني طيب عندنا باقي شوية في حالات في حضرموت وفي بعض المحافظات الوادي، لكن بشكل عام يعني تعدينا المرحلة الصعبة. التقى وزير الصحة اليمني الذي يرافق حضرتك في زيارته مع وزيرة الصحة المصرية دكتورة هالة زايد، يعني هل جرى يعني أي حديث حول موضوع أو مجابهة كورونا؟ في نقاشات حول كورونا، حول المنح العلاجية يمكن زادت بشكل كبير، تضاعفت. يعني ده يعني أحد النتائج للزيارة بدون حد. أيضا المنح العلاجية طبعا، بروتوكولات التعاون كبير. يعني معظم الكادر الطبي في اليمن أخذ تعليمه أو أخذ بورد أو أخذ جزء من تأهيله في مصر، ففي ترتيبات لكثير من البروتوكولات في هذا المجال. في موضوع الكورونا ما وصلتنيش النتائج النهائية، لكن هناك أيضا تنسيق لبعض الأمور. في أعتقد في مساعدات وصلت قبل فترة عبر طائرات عسكرية، لكن تفاصيل ما سيتم إن شاء الله خلال يوم يومين سيحدد. في مؤتمر للمانحين الشهر الماضي تم جمع نصف المبلغ المطلوب
كان لليمن، أعتقد المبلغ المطلوب كان 2.4 مليار دولار. ده اللي خلى الأمين العام للأمم المتحدة يعني يدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ 30 برنامج أساسي في اليمن، يعني برامج من البرامج التي تقوم بها الأمم المتحدة. هل هناك صدى لهذه الدعوة، دعوة الأمين العام؟ الوضع صعب فيما يتعلق بتمويل عدد من البرامج. احنا كنا يعني جزء منها رغم ملاحظاتنا على أداء المنظمة المتحدة، لكن هي كانت تغطي جزء من الموازنات التشغيلية لبعض المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد، وحتى الانتنسيفز أو الحوافز اللي تدفع للكادر الصحي. يعني نحن يعني الحمد لله استطعنا مع الموازنة وتضبيط بعض الأمور أن نحافظ على مرتبات القطاع المدني المنتظمة في الدولة، لكن الموازنة في 80% منها مرتبات. لا نستطيع يعني إدارة المؤسسات سواء كان في صحة أو تعليم أو في غيره إلا يعني حتى تتعافى الدولة وإيرادات الدولة بشكل كامل. فلذلك اللي حصل في مؤتمر المانحين هو جيد بالنسبة للوضع الكورونا، لكن بالنسبة لاحتياجات اليمن أقل بكثير من الاحتياجات التي تحتاجها اليمن. النصف تقريبا يعني. النصف. أنت عارف الاقتصاد العالمي، كثير من الدول المانحة الآن أصبحت تركز على ملفاتها الداخلية. صحيح. فلذلك يعني كنا نطمح إلى سيناريو أعلى يقارب 2 مليار على الأقل. فلذلك جزء من هذه البرامج هي مساعدة، أنت عارف جزء كبير من اليمنيين يسكنون في مدن صغيرة أو في ريف 70%. تقديم خدمات الصحة، في خدمات صحية كثيرة جدا. كان تفشت بعض الوبائيات خلال الفترة الماضية زي الكوليرا وغيره، لكن تم السيطرة عليها. فهناك قلق لو قل التمويل نواجه مصاعب كثيرة في القطاع الصحي وبعض القطاعات. ولكن كيف بشكل عام يعني مش بس يعني حتى في موضوع كورونا احنا صرفنا كحكومة يعني ما كانش في اعتماد على المساعدات الخارجية. صرفتم كحكومة في كل المناطق؟ في بعض المناطق، والآن حتى الحوافز القطاع الصحي في مراكز العزل اضطرينا ندفعها بشكل أو بآخر لأنه ما فيش دعم خارجي. وهذه أحد إشكاليات كورونا، أنها كل واحد قفل على نفسه واهتم بالشأن الداخلي. هل يعني هذه التطورات اللي حصلت في العالم دولة الرئيس تخليكم يعني ربما قلقين بعض الشيء على أن يعني يشيح العالم بوجهه عن أزمة اليمن وإحنا مش فاضيين لليمن دلوقتي؟ بالفعل هناك خطورة في ذلك. ده كل ما أسرعنا في التوافقات والاستقرار السياسي، تشكيل حكومة بوجب اتفاق الرياض، حزم دعم، لأنه الحكومة مرتبطة بحزم دعم حقيقية سواء في تمويل عجز الموازنة سواء في الوديعة للبنك المركزي اليمني. يعني احنا مسيطرين على لا نقع في هاوية، نحن الآن على وشك السقوط في هاوية، لكن قدر الإمكان تماسكت الأمور والمؤسسات، لكن وما عندكش مخزون تصرف منه. الإشكالية أنه عندكش اقتصاد وفرة زي كل الدول التي عانت، فجأت في وضع الكورونا تقشفت. احنا في اليمن لا يوجد مساحات كثيرة للتقشف لأنه في تضخم كبير، ارتفاع في سعر السلع بشكل كبير، الوديعة كانت تغطي جزء اللي من المملكة العربية السعودية في حدود 2 مليار، ساعدت على تماسك العملة خلال 2018 إلى 2000 يعني حتى يعني مطلع هذا العام، وبدأ الآن تدهور مجددا. في أشياء كثيرة جدا مع تشكيل الحكومة وحزم الدعم ستساعد بشكل كبير. إذا طالت الصراعات يعني سيشيح العالم. طيب يعني احنا تكلمنا عن المشهد السياسي وحضرتك يعني شرحته بشكل رائع. مشهد الميدان العسكري، يعني هناك تقارير تقول انه حصل تراجع للقوات الحكومية في على اكثر من جهة، ربما مارس الماضي. هو في فورة في الموقف العسكري، هو مش تراجع، هو ان الحوثيين بيلقوا بمزيد من الضغط العسكري لتغيير بعض المعادلات. النتيجة هو فقدان آلاف اليمنيين في محرقة الحرب. يعني حجم الخسائر كبيرة جدا من الحوثيين، هي خسائر لنا كلنا كيمنيين، لكن اللي حاصل تقدمات جبل هنا وادي هنا في بلد كبير زي اليمن ليس هو المعيار أو المقياس. لكن النتيجة يمكن الحوثيين أعلنوا أنهم سيسيطروا على مأرب، هاجموا من أكثر من محور. فتوجه كان ويبدو أنه كثير من الموارد صرفت في كل المناطق التي سيطر على الحوثيين نحو التجيش والمعركة، وهذا للأسف
يعني بحسب التقارير اللي تصلنا آلاف الضحايا يقودهم الحوثيين إلى المعارك، لكن لم يحدث أي تغيير. ما فيش اختراق يعني في بعض المناطق، لكن ليست في مقياس في الخارطة اليمنية مركز مديرية، يعني هم يلجأوا للتضخيم بشكل كبير. بعض المناطق سقطت فعلا أو يعني الحوثيين تقدموا فيها، لكن هي اليمن بلد كبير وواسع. نتيجة لإيه؟ كما ضغط كامل منهم وتوجه يعني بموجات بشرية. الخسائر تقريبا يعني بمعدلات 4-1، فهجوم كبير، تجنيد طبعا المعسكرات الصيفية استخدموها بشكل كبير، تجنيد النشء والأطفال بشكل كبير، هي ضخ أموال ومقدرات بالذات من الجبايات والضرائب والأماكن اللي يحصلوا عليها كلها في الحرب. الآن هذا الموضوع الانكسار سيؤدي إلى انكسار مضاعف ناحية الحوثيين، لأنه في الأخير أنت تنزف معاكس قصدك معاكس نعم. لأنه تتنزف بدون أفق. يعني هل أفهم من كلامك أنه حتى المدد الإيراني يعني الموضوع بشكل بسيط، تخيل أنه وقف إطلاق نار رفضوه، ورفضوه قبل رمضان، ورفضوه قبل كورونا، وكان التوجه أنه ممكن يحدثوا تغيير معين في المعادلات. لم يحدث هذا التغيير، وما حدثش أي تقدم حقيقي خلال الفترة الماضية. وللأساس كان في وقف إطلاق نار، أعلن أيضا من التحالف رحبنا بك حكومة، لكن خلال الفترة الماضية للأسف كان التوجه من الحوثيين هو توجه للتصعيد. نعم. طيب يمكن حضرتك بتشرح برضو أنه توجه للتصعيد. أعود إلى الوراء قليلا، مسألة يعني المحاولات الرامية لعدم دخول أو لعدم حصول الحوثيين على مدد عسكري أو مدد مالي، هل هي فقط مسألة الجباية والضرائب هي التي تجعلهم يعني يحققون تقدما؟ كثير كان لذلك كان في موضوع التمويل عبر المشتقات النفطية كان الأساس. الحوثيين استخدموا التجارة أو دورة الاقتصاد بشكل كبير. تعرف مثلا تجارة المشتقات النفطية في اليمن أو اللي تحتاجه البلد 2 مليار دولار تقريبا سنويا، منها أكثر من 60% في مناطق سيطرة الحوثيين، هذه كلها تولد دخل. التهريب ما زال موجود، احنا كل مرة نكتشف سفن إيرانية ساعدنا فيها التحالف أو يساعدنا فيها الولايات المتحدة الأمريكية. تمويل بالسلاح بالخبراء ما زال موجود، بعض التقنيات ما كانتش موجودة عند الحوثيين، وكلها أساس لتهديد أو ضرب مناطق في العمق في المملكة العربية السعودية، في ضرب لصواريخ باليستية على مارب وبعض المناطق. يعني بالنسبة لهم كميليشيا هم يعتاشوا فقط على فكرة الحرب. هل هذه الصواريخ أو إطلاق هذه الصواريخ على الأراضي السعودية يعني الهدف منها ربما إثبات الوجود، دفعة معنوية، الحصول على دفعة معنوية؟ في الأخير كل ما ساءت أو حست إيران أنها محاصرة استخدمت ورقة الحوثيين. لذلك في يمكن الآن مع الوضع الذي تشهده إيران يبقى الحوثيين أحد الأوراق التي يهددوا بها بشكل أو بآخر. كان الهدف الرئيسي وما زال الوصول لباب المندب، تهديد المملكة العربية السعودية، الملاحة في البحر الأحمر، كلها عناصر جزء من الاستراتيجية الإيرانية لتهديد المنطقة. سواء في يعني بتكلموا الإيرانيين بشكل واضح أن موضوع البحر الأحمر وباب المندب يمكن لما كسروا بشكل أو بآخر الحوثيين وانحسروا في مناطق معينة، لكن ما زال هذا جزء من الاستراتيجية الإيرانية. طب ونحن نتحدث عن التدخلات الخارجية، يمكن كان فيه عبارة يعني أطلقها وقالها الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي المشترك لما قال إنه مصر ترفض التدخلات الخارجية في الأزمة اليمنية. يعني نحن في الإعلام نقرأ في الآونة الأخيرة تقارير تفيد برغبة ومساعي حميمة من قبل تركيا في التدخل في الأزمة اليمنية والدخول على خط الأزمة اليمنية على غرار ما تفعل في ليبيا، كيف ترون ذلك؟ نحن نرصد، لكن لا يوجد للآن مسارات حقيقية لتدخل. يعني ما فيش يعني هذا الموضوع خارج المنطق وصعب، لكن ممكن يكون هناك تمويل لبعض فصائل. ممكن ليه صعب ما هم وصلوا لليبيا يعني؟ لا، في ليبيا كان بشكل رسمي وكان هناك استدعاء بشكل رسمي وهناك أيضا تمويل للحرب بشكل أو بآخر. في اليمن
قد يكون الموضوع دعم مالي لفصائل معينة، قد يكون بشيء يعني إلى الآن ما نرصد فصائل ذات طبيعة أيديولوجية مثلا يعني مرتبطة بتركيا، مش لازم طبيعة أيديولوجية، ممكن تكون أكثر من فصيل. الآن حتى في موضوع التنسيق التركي الإيراني بشكل أو بآخر موجود، كان في فترات تباين والآن في فترات في تقارب. تنسيق إيراني تركي تقصد في مناطق متعلق. ممكن يكون منها غرض زعزعة الاستقرار في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة، لكن هم يتحدثون بشكل يعني بشكل مباشر عن أنه يعني هناك رغبة في الدخول على خط الأتراك. الأتراك نعم، وكان قد يكون هو جزء من المناكفة. وكانت هناك زيارة العام الماضي، نائب وزير الداخلية التقى مع سيادتك في عدن. نائب وزير الداخلية التركي. الأتراك هم حريصين أنهم لكن نحن يناير 2019 في فترات معينة هم كانوا حريصين أنهم يتواجدوا بشكل أو بآخر، لكن موقف الدولة واضح، لا يوجد أي مساحة للدور التركي في اليمن، هذا موقف واضح لا لبس فيه. إلا إذا كان من أبواب خلفية، فلذلك أنا تكلمت أن الوضع مختلف تماما عن ما حدث في ليبيا. فلذلك إحنا نرصد، قد يكون هناك محاولات من أبواب خلفية، لكن موقف الدولة يعني واضح في هذا الشأن. بالمناسبة يعني كيف ترون التهديدات التي يعني تقف في وجه الأمن القومي المصري والعربي بشكل عام، ما يجري في ليبيا تحديدا؟ هي الأخطر خلال 50 عام الماضية. يعني ما يحدث في ليبيا يهدد، احنا عارفين ان فترة اضطراب لأربع خمس سنوات، حدود مفتوحة، جماعات متطرفة، سلاح، موضوع سد النهضة، غيرها من الأمور بشكل أو بآخر توضح أن هناك رغبة في تقييد مصر استهداف الأمن القومي العربي. أنا تكلمت على دول الارتكاز، المملكة العربية السعودية أيضا بشكل أو بآخر، هذه الدول وازنة في المنظومة العربية، مهم أنه بقية الدول العربية تستعيد. هناك خطوات الآن في العراق اللي استعادت على العافية، في دمشق، في غيره. يعني اللي حصل خلال العشر سنوات الماضية كان خطير، والآن يمكن الهدف من هذه الاستراتيجية كان الوصول إلى مصر وإلى دول الاستقرار الحقيقي. يعني اللي حصل في ليبيا وعلى حدودك الغربية أو حدود مصر الغربية أقلقنا بشكل كبير جدا. لذلك احنا مع دعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع، وهذا الموقف اللي نقلته عن فخامة الرئيس في موضوع الدعوة للحلول السياسية بحسب الدعوة التي دعا لها فخامة الرئيس، التدخلات الأجنبية بالذات، ويعني هذا الموضوع لن يعود إلا باستعادة منظومة العمل العربي. يعني في اليمن كان أساس التحالف العربي هو بحسب اتفاقية الدفاع المشترك لجمع الدول العربية، وهذا الأساس واسمه التحالف العربي، لأنه في الأخير نفوذ الإيراني والتركي يحاول زعزعة كثير من زعزعة الاستقرار في عدد الدول. نعم، بالمناسبة أعتقد كان في لقاء يعني جمع حضرتك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية. نعم، السيد أحمد أبو الغيط. كان نقاش طويل في هذه الأمور. ما هي رؤيتكم في اليمن الآن لدور الجامعة العربية؟ الجامعة العربية لها مساحة، أو نستطيع نقول لها قوة ناعمة غير عادية، واستغلال هذه المساحة أو الدور واستعادته مهم جدا. لذلك احنا حريصين على دور الجامعة العربية أنت لا تبقى بعيدة قريبة منا فيما يتعلق بما يدور من نقاشات حول التسوية السياسية السلمية، ما يقوم به المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه في يعني بالمجمل الحفاظ على الإجماع العربي مهم فيما يتعلق بملف اليمن، وإلا سنفقد يعني الدولة اليمنية. نحن نحافظ على صفة الدولة اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وهذه يعني مهمة صعبة وشاقة في هذا الظرف. كان لازم يعني في النقاش مع الأمين العام كان في نقاش طويل حول ذلك، فمهم استعادة هذا الدور، رمزيته مهمة، الحفاظ على منظومة العمل العربي المشترك وبالذات في اليمن توحيد الموقف. يعني كثيرون طبعا يعني ينظرون إلى يعني أو يعتقدون أن الجامعة جامعة الدول العربية تراجعت في السنوات العشر على الأقل الماضية، و يعني عندما تجمعني لقاءات يعني مع السيد الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط يعني دائما ما يقول إنه يعني الجامعة ليس لديها جيش، ليس لديها آليات للتأثير المباشر، إنما التأثير لابد أن يأتي من الشعوب والحكومات. يعني
هل تعتقد بضرورة استمرار الجامعة العربية؟ ما هذا السؤال، يعني استمرار الجامعة العربية مهم وأساسي. يمكن الوهن الذي أصاب الجامعة الدول العربية هو جزء من وهن عواصم قرار مهمة، بغداد، دمشق، احنا عارفين أن هذه كلها عواصم قرار كبيرة جدا. اللي حاصل من تدخلات في المنطقة العربية كان فوق الوصف. يمكن الاستفاقة جاءت متأخرة، تدارك في اليمن فيما يتعلق ولا في اليمن كانت منزلقة إلى هوية غير عادية. ما زلنا في وضع صعب، لكن على الأقل الوقوف أمام هذه التحديات كان مهم في لحظة، وإلا سنفقد المزيد من العواصم. يعني واضح مشروع تطييف المنطقة، وهو يستهدف موضوع الجامعة العربية والحفاظ على الهوية العربية. يعني في الأخير دولنا بكل تنوعاتها هي الهوية العربية، يعني هي الأساس في ذلك. الدول، الصفة الوطنية، الدولة القومية، كل ذلك ضرب تدريجيا في دول كثيرة، وكان هناك محاولات لجر مصر خلال فترات الاضطراب في ذلك. يعني احنا عارفين اللي حصل من بعد 2011. يمكن الآن قد يكون الوضع محبط، لكن لا نفقد الأمل. دور الجامعة العربية، رمزيتها، يعني اليمن كانت من الدول المؤسسة لميثاق الجامعة الدول العربية، يعني ستستعيد دورها عموما بتعافي الدول بالذات الوازنة في المنطقة، وتنضم للدول الارتكاز اللي هي موجودة الآن والتي صمدت خلال الأزمة الحالية. لكن العشرية هذه هي فترة صعبة. وكما يقول المثل الروسي، يعني الأمل آخر الأشياء التي تموت، يعني دعنا نتمسك بالأمل. من ضمن أيضا القضايا المهمة على الساحة، ليس فقط يعني متعلقة بالداخل اليمني، ولكن ربما متعلقة ببيئة البحر الأحمر، الخزان أو الناقلة، ناقلة النفط صافر، التي يهدد تسرب النفط منها بكارثة بيئية قد تكون الأكبر في التاريخ لا قدر الله، يعني لو حدثت. يعني هل من إشارات لحل هذه الأزمة؟ يمكن خلال الفترة الماضية كان الحوثيين يحاولوا التملص بشكل أو بآخر من أي حلول حقيقية لنزع فتيل صافر، لأن صافر هي أشبه بقنبلة موقوتة ستؤثر على يعني البيئة البحرية، وتكلفتها عشرات يمكن المليارات من الدولارات، شيء لا يمكن تحمله ولا يمكن تحمله إلا بهذا. يعني هذا الموضوع ممكن أن ينزع فتيله بإفراغ الناقلة صافر. يبدو أن الحوثيين استخدموا وسيلة ابتزاز. هو كان خزان على البحر الأحمر يجمع فيه النفط الخام، بقى لها كم، 5 سنين تقريبا، 5 سنين بدون صيانة، خطير. أكبر حالة تسرب نفطي أكسون فالديز ستكون صافر 5 مرات أو 4 مرات أعلى منها، فالموضوع خطير جدا وستؤثر من مصر إلى بحر العرب. إحنا بشكل واضح تكلمنا، و كان في جلسة المجلس الأمن، يعني رفعنا بشكل كبير. الآن أصبح العالم مدرك لخطورة صافر، جلسة خاصة بمجلس الأمن. بالنسبة لنا كحكومة يمنية بدون أي اشتراطات، موضوع تفريغ الحساب، وضع الفلوس في أي حساب بدون أي نزاع، لا يمكن أن ندخل في نزاع على موضوع كيف سينفق ولا أين سينفق مهما كان. في الأخير إحنا كحكومة لم نضع أي شرط. المجتمع الدولي الآن ومجلس الأمن عليه أن يتدخل بقوة، ممكن يفرض عقوبات على من يعرقل. ومهم دور الدبلوماسية المصرية في هذا، في ذلك، لأنه إحنا دول البحر الأحمر مهددة بهذه الكارثة. في اهتمام الآن للولايات المتحدة الأمريكية، العالم بشكل كامل، والمهم ليس فقط لوم الحوثيين ولكن حل المشكلة. يجب أن يفرغ، يصان الخزان وأن يفرغ بشكل عاجل، لأنه تم بناء هذه القضية خلال عام ويجب أن يحل الآن، لأنه أي تأخير سندفع ثمنه غاليا. الحوثيين سمحوا لفريق أممي بالصعود إلى، بعد ما يصعد لازم نشوف آليات للتفريغ. لو قعدنا على أشهر ونناقش في تفاصيل معينة قد تحدث الكارثة، ستحدث الكارثة. ينبغي أن يكون يعني الصرامة التي تم التعامل بها في الملف في الأشهر الأخيرة مهم أن تكتمل بإفراغ الخزان. ويعني الطرح اللي سيادتك، يعني الشواطئ اللي بنيها كلها، الصيادين، سيغلق ميناء الحديدة، يعني كارثة لا يمكن تصورها. تقول بعض التقارير أنه حتى الملاحة في قناة السويس قد تتأثر. قد تتأثر، نعم. هل هناك رغبة من المجتمع الدولي؟ يعني احنا شفنا جلسة خاصة لمجلس الأمن، هل هناك رغبة حقيقية من المجتمع الدولي؟ واضح كان تصريحات وزير الخارجية الأمريكية واضحة وقوية بهذا الشأن.
مستوى الوعي عالميا بخطورة صافر أصبح كبير، لكن عليه أن يستكمل، لأنه من يتسبب بإيقاف إفراغ النخل صافر عليه أن يدخل في إطار عقوبات في هذا. طيب، ونحن يعني نقترب من نهاية هذا اللقاء الممتع دولة الرئيس. المشهد في اليمن لا يكتمل بالحديث عن جنوب اليمن. نحن نتابع في وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام، المظاهرات التي تحدث في جنوب اليمن، المليونيات التي يعني ترفع شعارات ربما تدعو إلى المزيد من الابتعاد عن صنعاء، خليني أقولها كده يعني بلغة دبلوماسية. ما الحل؟ صعب تقديم أوراق على أوراق. يعني طبعا الحديث والحراكات السياسية يعني بتاخذ مداها، لكن الآن موضوع الحشود والمليونيات مش في أولويات مختلفة. أولا الإطار السياسي الناظم جاهز، صنعاء أصلا في إطار مختلف ومختطفة من قبل الميليشيات. عدن هي عاصمة مؤقتة للبلاد بحكم القرار اللي أصدره فخامة الرئيس بنقل عاصمة مؤقتة للبلاد. كل هذه المساقات موجودة، ولو دخلنا في تشعيبات معينة تؤثر على المسارات السياسية لن نستطيع لا حسم المعركة ولا الانقلاب ولا استعادة الدولة. أصلا الآن ما يجري في إدارة الدولة هو مساحة عالية جدا من اللامركزية، وعاصمة القرار الآن موجودة في عدن، والمسار الموجود في اتفاق الرياض واضح ووقع عليه المجلس الانتقالي. علينا أن نركز فقط الآن في استعادة الأمن والاستقرار. المواطن في اليمن يريد خدمة، كهرباء، نقل، طيران. 5 سنوات كانت صعبة جدا عليه، فلذلك الدفع وتحشد وتطلع وكذا أصبح في يعني مش هو الأولوية الرئيسية الآن، وليس من أدوات الضغط الآن. ادعاء التمثيل، إحنا عشان نصل إلى هذه المراحل، ما إحنا في مرحلة توافقات سياسية، وممكن أساساً أنا يمكن التوافقات السياسية في اليمن أسهل بكثير من ملفات عربية أخرى. علينا أن ننجز ما اتفقنا عليه، يعني تخرج حكومة يعني تنال دعم حقيقي اقتصادي تستطيع تحسين حياة المواطنين، غير ذلك سيبقى شعارات. ولكن يعني اسمح لي دولة الرئيس أسأل، يعني لماذا تنظر إلى هذه المظاهرات، هذه المليونيات، من منظور الحشد أو التحشيد، وأنت أحد يعني شباب ثورة التغيير التي حدثت؟ أيضا كان هناك يعني مليونيات، يعني لماذا هناك يعني هو من كثر المليونيات راح طعم المليونيات. يعني الآن الموضوع يعني أصبح يستخدم بشكل أو بآخر. بغض النظر يعني الآن كما ذكرت لك، اليمن بعد 5 سنوات يريد دولة، يريد داخلية قوية، يريد نقل، طيران. يعني الوضع في اليمن كخدمات لا يمكن تخيله. السفر أصبح معاناة، حياة الناس، تحويلات المالية، نظامك المالي، وضع إدارة الناس مدركين هذا الوضع بشكل أو بآخر. هي جزء يمكن أنا ألوم بشكل كبير الإعلام، اللي هو يعني جزء كبير من اللي تعلمته حتى في الزيارة هذه، إنه كيف يمكن أن تبرز أهمية بناء مؤسسات الدولة وتدافع عن معلومات معينة، إنه في سيل من المعلومات المغلوطة اللي تخلي الناس تتوهم إنه في آبار نفط مخفية أو إنه في أمور. يعني لا، إحنا كل شيء سنتحدث عليه بكل شفافية. اليمن بلد يستعيد عافية، يحتاج إلى استثمارات حقيقية، يحتاج أن يزيد من عوائده، يزيد يعني يحقق رخاء لمواطنيه. فهذا اللي احنا مركزين عليه الآن. من يعطي معلومات مغلوطة بشكل أو بآخر لزيادة توترات، احنا مش ناقصين، وضعنا صعب. الأساس الآن كيف تنجز حكومة مستقرة تعود على الأرض وتستطيع أن تقدم شيء لمواطنيك. نعم، في النهاية يعني لن يستطيع أي فصيل في الأخير، في توازن ضعف من أنا قلت أتكلم بشكل صريح. القوة في حكومة تشمل الجميع، تستوعب الجميع، وأن يعود مسار العمل والانضباط للدولة. ما لم يعد مسار العمل والانضباط للدولة، هذا الكلام كله لن يحقق شيء.
وبالتالي يعني أرجو أنه يعني مع احترام كل الآراء والتوجهات، اليمن يعني بحاجة الآن إلى يعني مرحلة فاصلة وتحتاج إلى نوع من الحسم والانضباط. إذا طلبت من سيادتك أنك توجه رسالة إلى الأطراف الأخرى، يعني ماذا تقول للحوثيين؟ أقول لهم يكفي كل هذه الدماء التي أريقت في اليمن، مهما كان ونعرف إلى أي مدى ما تسبب به مزق النسيج الاجتماعي في اليمن، لكن مسارات السلام أو التعافي في دول كثيرة خرجت من هذه النزاعات بشكل أو بآخر أقوى. ينظروا إلى الوضع في إيران الآن، الدولار يمكن 240,000 دم، يعني هذا التضخم والانهيار الاقتصادي. نحن جزء من منظومة عربية، شراكتنا مع الأشقاء مهمة لصالح وطننا، يعني في الأخير الهدف الرئيسي ومصلحتنا كلنا كيمنيين، الأساس هو المصالح العليا لليمن. على هذا الأساس نستطيع أن نجلس بدون وسطاء. إذا ظلوا دائما بندق أو بندقية في يد أداة التدخل الإيراني، فهم بندقية أو خنجر في خاصرة اليمن ومحيط العربي. المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي آن الأوان بشكل كبير لحسم كل الخلافات والعودة داخل مظلة الدولة. جزء منهم كانوا معنا في الحكومة، في المحافظين أو وزراء ومن تيارات مختلفة. كل وقت أو كل يوم يضيع نتائجه على الأرض ستكون صعبة. بماذا يعني تغادر القاهرة؟ يعني ماذا تحمل معك من مشاعر، من نتائج؟ خلينا نقول دفعة قوية من الأمل، يعني بالذات مع الاطلاع على، في لدينا زيارات ميدانية للاطلاع على كثير من التجارب، كثير من آلية العمل في مجلس الوزراء، في مركز اتخاذ القرار، في كثير من الأمور تناقشنا معها بشكل كبير، وفي أشياء كثيرة أوصى بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كيف يمكن تحديد الأولويات. يمكن أكثر حاجة كانت يعني ركز فيها في لقائي مع فخامة الرئيس تحديد الأولويات، وحتى وضعنا صعب فكان يقول أن هذا الموضوع، يعني أن الواحد يكون في الصفر ليس شيء سلبي، وبالفعل قد نبني بشكل سليم وصحيح إن استطعنا اقتناص الفرصة. شكرا جزيلا دولة الرئيس على هذا الحوار. تحياتنا لكل أبناء الشعب اليمني الشقيق، أمنياتنا أن يعود اليمن كما كان في السابق بمعنى الكلمة يمنا سعيدا بإذن الله، وتنتهي هذه الأزمة قريبا بإذن الله. دكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، شكرا جزيلا. شكرا. نعم، بكده تنتهي حلقة النهاردة، هذه الحلقة الخاصة التي أجرينا فيها حوارا مع ضيف مصر رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك. أجمل الأماني والتمنيات الطيبة لكم، وإلى اللقاء.